فين ما كان شي واحد سخط عليه الداخلية كتلوحوا في هذه المدينة وفي هذا الإقليم هذا أو واش هنا ولا 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 سميتو واش ما عرفتش ولا واحد المنطقة اللي كيعاقبوا فيها سميتو ما عرفتش أخويا والله ما هادشي راه غتشوفو هادشي راه معروف ديرها جوجل ديرها شي سمية ديال واحد ودير جوجل توقفوا غادي قراه كانوا جبدوه كانوا وقفوه كانوا كدا ما 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 والله ما عرفت أخوتي أنا ما عرفت لا الواقع هو هذا راه النهار مثلا غيعينوا مسؤولين في المستوى اللي بغاو يخدموا هذه المدينه ويخدموا هذا الاقليم راه غادي يمشي هذا الشيء بعيد وغتكون القضيه مزيانه والنهار كيبداو كيعينوا نف يعني كيتموا في هذاك الطريقه ديال كيعاقبوا واحد كيلوحوا علينا حنا في الاقليم هنا وفي هذا راه ما عمرو غادي نقول لكم انا كنعبر على وجهه نظر ديال واش شفناه وهذا الشيء راه كيعرفوا الجميع كاينين في هذه الحركه الانتقاليه مسؤولين كانوا فاسميتو في المدن اخرى وعاقبوهم لحوهم هنايا زفوا بهم هنايا لانهم بعدا دوك البلاصه شوف بعدا ما دير بعدا خطرات ما غتفهم والو المهم على العموم الله ينفعنا بهذا الخير هذا حيتي فاش كتقول هذا الشيء هذا راه كيديروا عليك هوك باش يكونوا واضحين راه في فوا كتسميتو خصك ديما تقول لهم راه العام زين راه كدا باش اسميتو النهار كتسميتو كتدخلها العمله ولا شي حاجه كيدير عليك بلا معاك بحال كيعطيك صدقه من جيبو والله القسم ولا كيدير عليك شي مسؤول بحال هكا من فوق ولا هذا والله القسم راه هادشي عشنا اصاحبي الا بغيتي تكون زوين خصك تقول لهم واخا الدنيا ما كتفش تقول لهم راه هادشي راه زوين هادشي هذا راه فلان خدام وترسم واحد الصوره ورديه حيت هو مسلكه لانه هو غادي يدوز ديك 40 50 غيمشي بحاله وشكون اللي الضحيه هما الناس اللي ساكنين هنا والمواطنين وكذا وكذا انا نقول لك ولا كيحرشوا عليك شي اشبات المراسلين كيكذبوك يعني كتهضر على واحد القضيه ولا كتعالج واحد القضيه كيقول لك لا راه ما كايناش سير اخويا تكتب على السبيطار وكتقول الواقع سير اخويا شوف هذاك السبيطار وسير اخويا ادخل مع 10 الليل ولا مع 9 الليل شوف راه طبيب واحد اللي كاين ديال المستعجلات والناس مليحه تما والناس مكرفصه والناس حالتهم حاله راه الواقع هذا وكيجي واحد تيكذبك تيقول لك لا هو في اتصال هاتفي بواحد المسؤول راه حتى الناس ديال هاد المدينه راه راه ماشي ما نقول لك نقول لكم الواقع راه هو هذا الواقع هو هذا حتى الناس ديال هاد المدينه الله يجعل السلامه راه فيهم شي حاجه ماشي هي هادي راه ما كيخليوش حتى بنادم يخدم كاين شي متملقين شي بلحاسه الا فوا كيجي شي كيتعين شي واحد هنا كيدوروا به كيدوروا به ما كيخليهوش يعني هذا كيتقربوا ليه وكيخسروا باش ينفردوا به هما باش يديروا داك الشيء اللي بغاو نقول لكم انا واش راه الناس كيعرفوه كاملين ولا بالله عليك لما كتلقاو يديروا داك الشيء اللي بغاو نقول لكم انا واش راه الناس كيعرفوه كاملين ولا بالله عليك لما كتلقى واحد المنتخب ولا كتلقى رئيس جماعه صاحبي رئيس جماعه ولا منتخب ولا شي عضو كيدخل طوموبيل للسبيطار ولا كي هذا ولا كيحطها في المحيط ديالها وكيدخل وكيسمصر اش بقى اش اخويا بقى في هذا البلا اش بقى راه الواقع الا ما كانش هذا الشيء هذا الله ما عرفش ما ما ما, ما تسمحوا لي حتى قدام الله راه هذا الشيء راه كاين اذا راه بعد الخطر شي حوايج راه ما سميتوش والله القسم واه منتخب ورئيس جماعه كيسمصر او وكي المهم كيتاجر في العالم ديال عباد الله وتا راه ماشي هو هذاك سيروا شوفوا داك السبيطار ديال مختار سوسي شوفوا المصيبه كحله سيروا اخويا عييت ما نهضر فاش كنهضر انا كيديروا عليا بلاغات اشباه الصحفيين شي صباحات ما كيشوفهم حد غير هما كيتملقوا لشي رؤساء المصالح كيديروا عليك سميتو حساب وفي اتصال هاتف كاين هذا الخبر تكذب خبر اسير راه خرجوا على هذه المدينه هذه راه خرجوا على هذا الاقليم هذا خليو الناس تخدم راه هذا الاقليم هذا راه لا اله الا الله القسم لا اله الا راه كيضرك خاطرك فاش كتشوف شي حوايج بعد الخطرات راه كيضرك خاطرك انا اللي كيعطيني شي حاجه يحبسها عنده انا كنقول لك شي اللي شفت ومسؤول امام الله ولا كتب علينا الله الحبس راه مستعدين ندوزو اش نكونوا واضحين حاجه اللي مزيانه غنقولوا مزيانه حاجه اللي ماشي هي غنقولوا ماشي هي هذه عندنا موقف ماشي الناس ما كيخدموش كسالى في هذا الاقليم معروفين شي عادي وطبيعي جدا صافي واش بقاو نكذبوا على الناس ما يكذبوش على الواقع هو هذا نقول لكم بان مدينه تارودان ترى مكرفصه كانت هاد البلاصه اللي كان تم غادي فيها دابا هاد المدخل ديال مدينه تارودان كان فيه الضو كان فيه القضيه شوفوا الشارع كي داير
والظلام حتى دوك البغولات اللي كانوا مزوقين بها ما عرفت كان اللي كان داك المجهز قديم واش كان شي صفقه ديال هاد البغولات كانت الدنيا بعدا بهذا والبغولات وكذا كيبان لك واتفاهم وكذا ما الظلام كيبان لك هنا باش باقي كتسمع في هاد الخرجات الكريساج كل مره كاينه شي عصابه ما عرفتش عندهم شي كورولا كل مره كيكريسيو كي 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 في عباد الله كيمشيو حتى هما للدراوش واحد هذا الدولي موطور هذا الدولي اسميتو كيمشيو للناس اللي اصلا هو مكحتين هو كلي العصا شي اللي كاين لا يدير شي تاول الخير وصافي شي اللي كاين راه الا ما كناش كنديروا حيت راه ديما كنقول لكم ربي السلامه والله القسم ومسلط عليها الله شي ما كتشوف دابا نقول لكم باري اكزومبل اخوتي واش بان لكم المجلس اقليمي ولا بان لكم الرئيس ولا بان لكم شي حد كيمشي عند الناس ولا زار الناس في هذا الشيء اللي وقع عكس جوبو طاطا العامل ديال طاطا الحراق هي منوض فيهم اصاحبي داك العامل ديال طاطا بدوك المسؤولين اخر تخدم سير طلع الناس سير نبهوا الناس دوك المنازل الايله للسوق وتحيدوا عليها الناس خدامه كتشوف رئيس مجلس اقليمي ديال طاطا 10 ايام هو بسبرديلته مسكين بالليل وبالنهار الناس خدامه راه ما كنعرفهم ما كيعرفوني ما كيعطيوني ما كنعطيوهم ما عنديش الارقام ديالهم ولكن كنقولوا داكشي اللي كاين هنا والو الناس محاصرين الناس مكرتين الجبل الناس سميتو ما كاينش يقول لهم شحال في الساعه والو ما كاين ما فاش تقول شي بلاصه راه لا راه حكا راه فيها سميتو راه محاصرين تقول لك لا راه كانت البارح راه سرحوا الطريق لا داكشي اللي قلتي ماشي هو الله يهديكم راه كاين شي حوايج في هذا الاقليم هذا راه ما انا اقليم تاعو ما كنظنش انه غادي 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 يزيد لقدام باش نكونوا واضحين فلوس تخسرات في هذا الاقليم فلوس المبادره كذا فين هو جو الدنيا مكرفصه الدنيا مرونه حتى حاجه ما مقداش حتى حاجه ما ماشي هي هذيك حتى حاجه ما مقداش في هذا الاقليم حتى حاجه ماشي هي هذيك راه ليا شي بروجي ناجح في هذا الاقليم عطيو ليا شي بروجي ناجح يلا عطوني شي حاجه سيدي عطونا شي حاجه فيدونا نورونا الله يحفظكم نبداو من هنايا نبداو من هاد الدخله ديال تارودان بسم الله غادي نبداو سيدي نبداو هاد المركب المندمج ديال الصناعه التقليديه اللي تخسروا عليه فلوس وجايبينو لهاد سميتو يلاه زيد غادي نمشي دابا تلقى خراج واحد اللي في الملايين السنتيمات تخسرات عليه يلا وزيد راه تخطيط وكذا وشي حوايج والله يرضي بينا.